ومعنا على الهاتف الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الاداره. استاذ شريف اهلا بيك. فصل ونعاود الاتصال. خلص المجلس؟ اه قلت لك خلص المجلس. انت مجرد ما التليفون نور. طيب، الاهلي ضم 2 لعيبه صاعدين، مهاجم من فريق مياه البحيره اسمه كرم النقيب وصانع العاب اسمه احمد السيد. كرم النقيب مواليد 2000 يعني 18 سنه، واحمد السيد صانع العاب مواليد 99 يعني 19 سنه. تابعتهم اللجنه الفنيه؟ كابتن علي ميهوب ولجنته. ولجنته وجاءني مكالمه تؤكد اهميه التعاقد معهم. كابتن حمدي ابو راضي كان هناك. اكثر من نادي كبير بيتابعوا اللاعب بقى لهم مده. اللاعبين، لكن اللعيبه لما سئلوا، وهنا الاحترام الرائع جدا، استاذ محمد عقله رئيس مجلس اداره شركه مياه البحيره الصرف المياه والصرف البحيره، جاب الولدين. انتوا يا شباب عايزين تعملوا ايه؟ عايزين نروح النادي الاهلي، خلاص هنركز مع النادي الاهلي. يقول لهم اطراف اخرى يمين شمال، طب سيبوا لنا اللعيبه. طب اللعيبه عايزه تروح النادي الاهلي، اقنعوهم انهم يروحوا عندكم. فاللي حصل ان اللعيبه جم وقابلوا كمان قطاع الناشئين، كابتن دكتور عمرو ابو المجد والكابتن خالد جد الله، وما شافوهمش يعني في الملعب، لكن شافوهم وتعرفوا عليهم وامكانياتهم البدنيه والصحيه وشخصيتهم، انبسطوا منهم جدا. جمعوا معلومات، اولا بيلعبوا هم 2000 و 99 الاثنين بيلعبوا درجه اولى في مياه البحيره. يعني مع الفريق الاول كويس، وكان عندهم ماتش اول امس، فتشافوا يعني في مباراه كمان. طيب، معانا الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي قبل ما يعقد مؤتمر الصحفي عشان تكونوا اول من يعلم. استاذ شريف اهلا بيك. مساء الخيرات استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك ولاستاذنا المهندس عبد القيعي. اهلا اهلا شريف، ازيك؟ كويس ان الاجتماع المطول لسه خلصان مش كده؟ الحقيقه والجلسه ممتده يا استاذ ابراهيم، ان شاء الله سيستكمل في وقت لاحق، ان شاء الله سيحدده المجلس يعني ربما الاسبوع المقبل باذن الله، لانه جدول اعمال كان كبير الحقيقه. طيب، في قرارات صدرت عن جلسه النهارده؟ والله في مجموعه من القرارات وفي مجموعه من الاخبار الطيبه، خلينا نخص حضرتك والمهندس عدلي وقناه النادي الاهلي بيها. اتفضل. يعني ابرزها هو انه الحقيقه تم الموافقه على تكليف المهندس حسين طبور بعمل الاحداثيات الجديده وعمل الجستات وتعديل المخطط العام للفرع الرابع للنادي الاهلي في التجمع الخامس. علشان العمل يبدا على الفور في انشاءات هذا الفرع اللي بينتظره كل سكان شرق القاهره الحقيقه. والحقيقه يعني انا بنتهز الفرصه من خلال يعني هذا البرنامج المهم وقناه النادي ان احنا نشكر المهندس مصطفى مدبولي على التعاون يعني على طول مع مجلس اداره النادي الاهلي ومع وزير الاسكان. ده بس ده معناه حاجه يا استاذ شريف. اتفضل يا باشمهندس. انا حصل تعديل في الموقع؟ نفس الموقع يا باشمهندس، بس تم تحريك الاحداثيات علشان نتلافى اي عيوب. ايوه، يعني حركنا الجزء اللي كان معيوب بعدنا عنه وتحركنا شماله او يمينه. يعني بالظبط كده، يعني الملاصقه فيها تماما، فبالتالي ما فيش اي تغيير. يعني بنفس اللوكيشن او الموقع بنفس المساحه، ولكن تحركت الارض عشان نتفادى الجزء اللي كان اتدمر ده بتاع المحاجم. بالظبط بالظبط يا فندم، وبالتالي الارض دي مستويه تماما يا باشمهندس عدلي، بمجرد تعديل المخطط العام ورفع الجسات نقدر نشتغل على طول. مستوية يعني تماما تماما تماما، دي نقطة مهمة جدا، لأن حجم التجريف كان مرعب. ده حقيقي. وكان هياخد وقت كبير وهياخد الصور عندنا يعني عشان اللي عايز يجادلنا بعد شوية. مبالغ طائلة من عمليات الإحلال، وبالتالي يعني حرص الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة على إنه يعني الحقيقة لا يكلف النادي الأهلي يعني مبالغ بهذا الشكل. على طول تم الزياره وتم التوافق، وكان في استجابه الحقيقه من وزاره الاسكان ووزيرها الهمام الحقيقه المهندس مصطفى مدبولي. الشكر لوزير الاسكان لتقديره ان الامر ده جاء في فتره انتقاليه، وتم الاستلام على عجل ربما كان سلاما يعني تنقصه الدقه شويه، لكن طالما تم تصويب الامر لصالح النادي الاهلي نرفع القبعه. صحيح صحيح، وان شاء الله يبقى يعني فرع فريد من نوعه ان شاء الله باشمهندس، يضاف يعني الى هذه الدرر الموجوده. ما الاهلي مش هيعمل غير
مستوى الاهلي. لكن كمان احسن حسنا فعل المجلس ان اوكل الى نفس المكتب الاستشاري الكبير جدا مهندس حسين صبور انه يستمر عشان ما تضيعش وقت كمان. طبعا. وهنا هنا بقى معنى استمراريه يا استاذ ابراهيم، استمراريه السياسات ابني على الجزء الطيب اللي موجود، ما ابتديش من اول السطر وادور من اول السطر. كامل يا ريس. صحيح. تم ايضا الموافقه على تكييف صاله الكاراتيه الموجوده في النادي الاهلي بمدينه نصر، وهيتم العمل فيها الاسبوع المقبل مباشره باشمهندس ابراهيم. والحقيقه ايضا تم الموافقه على توصيات لجنه شؤون العاملين الخاصه بترقيات العاملين. المجلس في الحقيقه بيبذل جهود حثيثه من اجل توفير الرعايه الاجتماعيه والصحيه للعاملين، وايضا يعني تم الموافقه على برنامج التامين الصحي المتميز جدا للموظفين والعاملين بالنادي الاهلي. فدول الحقيقه نصين في غايه الاهميه وبشرى لجموع الموظفين والعاملين في النادي الاهلي. ده خبر رائع عظيم. كل ده علشان الناس اللي كانت بتحاول تقول للعاملين المجلس لو جه المجلس ده هينشفها عليكم. تمام. لا بالعكس، النادي الحقيقه مجلس اداره النادي حريص على توفير الرعايه الصحيه والاجتماعيه، وده ماشي مع توجه الدوله انك بالزبط. تطمن المواطن. الله. صح. طب ما انت بتشيل من على الدوله على الاقل عبء الموظفي الاهلي. صحيح. كمان فيما يتعلق بشؤون بالموارد البشريه وايضا للاخذ يعني باسباب التقدم، وانه النادي الاهلي دايما يكون على يعني في الطليعه زي ما بنقول، تم تشكيل لجنه مكونه من الاستاذ محمد الجرحي والاستاذ محمد الضناطي عضوي المجلس للاعلان عن طلب مدير موارد بشريه يليق بالنادي الاهلي، وسيكلفوا بمقابله المتقدمين لشغل هذا المنصب الرفيع والمهم من خلال اعلان في قناه النادي الاهلي والموقع الرسمي للنادي ان شاء الله. ايضا استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي، تم تكليف الاستاذ طارق انديل برئاسه بعثه النادي الاهلي الى الجابون في مباراه الذهاب الافريقيه يوم 17 مارس ان شاء الله امام نادي مونانو. الاستاذ طارق انديل الحقيقه عمل اتصالات مباشره بسفيرنا في الجابون وبدا يرتب بالزياره وللمباراه لتوفير المناخ الملائم لاداء هذه المباراه. بنتمنى كل التوفيق الحقيقه للنادي في مباراتيه والفوز فيهما ان شاء الله. والامر ده الحقيقه بيخليني اتكلم مع حضراتكم في حاجه مهمه المهندس عبد القيعي يمكن ملم بيها اكثر مني، وهو فكره الجمهور اللي هيحضر المباراه المقبله يوم 6 مارس. الحقيقه ان النهارده تم طرح 2500 تذكره على شبكه الانترنت للحجز بطريقه يعني تليق باسم النادي، تم نفذهم في اقل من ساعه باشمهندس. والحقيقه طبعا احنا مقدرين جدا يعني رغبه جمهور النادي الاهلي العظيم في حضور هذه المباراه، ونؤمن وعارفين انه 5000 تذكره قليلين، لكن هذه بدايه مهمه جدا لعوده الجماهير الى المدرجات، بحيث انه دايما جمهور النادي الاهلي كما عودنا يكون في الطليعه ويقدم المثل والقدوه لجماهير كره القدم في كيفيه الحفاظ على المنشات، في كيفيه تشجيع فريقه بشكل لائق، بحيث انه يكون الداعم الاكبر واللاعب رقم واحد للنادي، لتكون هذه المباراه توطئه لعوده الجماهير بكامل قوتها الى مدرجات استاد القاهره ان شاء الله. طيب. فاحنا بنشكر الحقيقه تم طرح يا استاذ شريف، تم طرح 2500 ويبقى باقي زيهم مش كده؟ دول يا فندم تم طرحهم لاعضاء النادي الاهلي، عارف ان الاعضاء جمهور بالاساس وحريص على الحضور، فالحقيقه ان اداره النادي ارتأت ان تطرح 2500 بهذا الشكل الشفاف الى الجمهور، و2500 للاعضاء. التذاكر مقسمه الى ثلاث فئات، فئه 50 جنيه وفئه 200 جنيه للمقصوره الاماميه و500 جنيه للمقصوره الرئيسيه. وكله بيع عن طريق السيستم، مفيش بيع يدوي. لا مفيش بيع يدوي يا فندم خالص، يعني البيع كله عن طريق السيستم، 2500 للاعضاء عن طريق السيستم و2500 طيب عفوا للجمهور والاعضاء. السؤال الاهم، هل هناك اي نوع من انواع تذاكر الدعوات او المجانيه او اطلاقا يا كابتن؟ للاسف الشديد يعني انت عارف حضرتك انه النادي برضه اتساقا مع المصداقيه والشفافيه. على فكره مش للاسف الشديد، مع عظيم الامتنان. يعني نعتذر لكل المحبين والناس اللي كانت يعني بترغب في يعني مثل هذا النوع من الدعاوي، بس حضرتك عارف انه مجلس الاداره قراراته واضحه وشفافه، وزي طيب. ما يعني قدم المباراه لقناه النادي الاهلي حصريا ورفض كل العروض الحقيقه اللي جت من القنوات الاخرى، كان حريص ايضا على حقوق النادي وانه يتم طرح ال 5000 تذكره، وطرح حضرتك محبين النادي كتير قوي يا باشمهندس، والغاوي نقط بطاقته بقى اللي بيحب يعني بيتسبب.
يعني لك ان تتخيل انه نصف الموسم اللي طرح لاستكمال باقي مباريات الدوري في المقصوره الرئيسيه مثلا التذكره الموسميه ب 25,000 جنيه، يعني حاجه سباق من محب النادي الاهلي على شراء هذا النوع، شيء يعني يخليك زي ما حضرتك بتقول نرفع القبعه احتراما لمحبي وجمهور النادي الاهلي ولاعضائه. طيب في ايه ثاني يا استاذ الشريف؟ والله دي كانت ابرز الـ 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 القرارات يا استاذ ابراهيم زي ما قلت لحضرتك، ان المباراه هتكون حصريه على قناه النادي الاهلي، البرنامج الرعايه والتامين الصحي والاجتماعي للعاملين، تكييف صاله الكاراتيه، تكليف الاستاذ طارق قنديل برئاسه بعثه الفريق. تمت الموافقه كمان يا استاذ ابراهيم على كل طلبات اللجنه العليا المنظمه لبطوله افريقيا لكره اليد وبطوله افريقيا لكره الكره الطائره رجال وسيدات، بحيث ان المباراه دي تخرج بشكل البطولتين يخرجوا بشكل لائق، والجمهور تسلم الكارنيهات او الاي دي اللي هيحضر بيهم المباريات مقابل 5 جنيهات. الحقيقه 950 شخص هيقدروا يحضروا كل المباريات من جمهور النادي الاهلي، وبرده دي بدايه طيبه جدا الحقيقه. بخمسة جنيه طول البطوله. 5 جنيه فقط طول البطوله اكتر. ايوه. اهو الاهلي بيعوض جمهوره اهو من ناحيه ثانيه. المجلس صحيح. ممتد لامتى الجلسه الثانيه؟ الاسبوع المقبل، لانه الحقيقه انه ربما بنتكلم في المؤتمر الصحفي الهام والمرتقب والمنتظر للكابتن محمود الخطيب في غضون 10 ايام او اسبوعين من الان، وبالتالي ان شاء الله تكون انتهت المباراه، يعني عفوا انتهت كل الـ يعني الخطط الترتيبات عليها الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. عايز اتوقف هنا مع نقطه يا باشمهندس لو سمحت لي استاذ ابراهيم، تتعلق بمحافظه القاهره. الحقيقه في نقطه مهمه قوي نضع فيها اعضاء النادي والجمهور. حضرتك تعلم يا باشمهندس وحضرتك كنت موجود في النادي انه كان حصلت ازمه مع احد الساده المحافظين المحترمين السابقين لمحافظه القاهره، رفع حق انتفاع النادي في ارض الجزيره 18 فدان، كان حق الانتفاع المتر بجنيه وفجاه رفع الى 11 جنيه، فتراكمت الحقيقه مبالغ ماليه على النادي. هذه المبالغ الماليه النادي الاهلي اعترض عليها، انت عارف انه رساله النادي الاهلي هي كانت محل منازعه وكان في اعتراض وعشان كده يعني كانت تحت الايه التحفظ لحد ما تنتهي. خليني اوضح لحضرتك وسيادتك بقى مشكورا توضح للناس يعني وتشرح لنا ايضا. الحقيقه انه النادي الاهلي رفع قضيه و يعني حكمت لصالحي في المحكمه محافظه القاهره السابقه، والقضيه متداوله حتى الان في محكمه الاستئناف، وبالتالي النادي الاهلي في اطار حرص الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته على تصفير المشاكل وفتح صفحه جديده مع كل جهات الدوله ومحافظه القاهره، احنا يعني الحقيقه سعداء بان النادي الاهلي بينتمي ليها، وهم الحقيقه سعداء جدا والسيد المحافظ زار النادي الاهلي، اتفقوا على انه النادي الاهلي قدم وقع بروتوكول تعاون بين الكابتن محمود الخطيب وبين محافظه القاهره المهندس اسعد الحميد، بمقتضاه النادي الاهلي دفع 2 مليون جنيه من هذه الفلوس المتراكمه تحت حساب القضيه، اذا انتهت لصالحنا وتم تأييد الحكم في الاستئناف فال 2 مليون جنيه دول سيعدوا مقدم للتراخيص والتصاريح وللاعلانات اللي الحقيقه المسمع عملها على بوابات واسوار النادي الاهلي وخلافه. اذا لا قدر الله المحافظه يعني كسبت هذه القضيه فهذا المبلغ سيكون يعني مقدمه للمبالغ اللي مدين بها النادي الاهلي وهي تبلغ حوالي 11 مليون جنيه. ده كلام محترم ما فيهوش تفريط من اي حد في حق اي جهه، لا المحافظ فرط في حق المحافظه ولا في نفس الوقت ضغط على النادي الاهلي ولا الاهلي فرط في حقوقه، هكذا تدار الامور بالحكمه والتفاهم. ايوه حكمه ورشد فعلا يا باشمهندس، وحرص من النادي الحقيقه ومجلس ادارته على مد جسور التعاون والثقه مع كل مؤسسات الدوله بشكل يحفظ للنادي حقوقه وللدوله ايضا. تمام يا استاذ شريف. ما انا بشكركم. انا اللي بشكرك وروح بقى لمؤتمرك العصيب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للزميل الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الاعلامي باسم مجلس اداره النادي، واعتقد اطلع حضراتكم على بعض مما جاء في اجتماع مجلس الاداره سواء في النواحي الانشائيه او النواحي الرياضيه.